تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي لمنظمة الصحة العالمية للتوعية بمرض السرطان، حملة توعوية تدشن للمرة الرابعة على التوالي في الخليج. المغردون تداولوا خبر إطلاق مركز الكويت لمكافحة السرطان فعاليات الأسبوع الخليجي للتوعية بالمرض، وذلك تعزيزا للوعي الصحي بين كل الشرائح المستهدفة وحماية المجتمعات الخليجية من أخطار هذا المرض. الحملة بالتعاون مع الاتحاد الخليجي لمكافحة السرطان الذي يهدف إلى توحيد الرسائل الإعلامية ضمن منظومة دول مجلس التعاون الخليجي.